أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتواجدكم في منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية الذي نستضيفه لأول مرة ضمن فعاليات فنتك أبوظبي في نسخته الرابعة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ونرحب بأصحاب المعالي والسعادة، كما نرحب برؤساء ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد المشاركون معنا اليوم في هذا المنتدى، والذي نسعى لأن يمثل منصة لصانعي السياسات لتبادل الأفكار والخبرات بشأن آفاق استخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز النتائج التنظيمية في القطاع المالي. بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى المتحدثين في هذا المنتدى على تلبيتهم دعوتنا، والشكر موصول أيضا لمعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وجميع الشركاء على جهودهم لجعل انعقاد هذا الحدث الافتراضي أمرا ممكنا، لا سيما في ظل الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم. وهنا تتفقون معي أن مصطلح الأوقات العصيبة لا يعكس المعنى الحقيقي للتداعيات التي نتجت عن جائحة كوفيد-19. فالصدمات الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد العالمي ما زالت تؤثر عليه عبر طرق متعددة نكتشفها يوما بعد يوم، ولكن كما قال العالم ألبرت أينشتاين، في خضم الصعوبات تكمن الفرص. ومن هذا المنطلق بات من الضروري على الجهات القائمة على النظام المالي العالمي من بنوك مركزية وسلطات تنظيمية وكذلك المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا البحث عن وسائل جديدة مبتكرة لإدارة المخاطر والاستفادة كذلك من الفرص التي أوجدتها هذه الجائحة. وقد أوضحت لنا التطورات التي شهدناها في الأشهر الماضية هذا الأمر، حيث تزايد استخدام قنوات الدفع الرقمية وارتفع معدل الإقراض الرقمي، كما عملت المؤسسات على تعزيز إمكانياتها للقيام بالتحليلات الائتمانية بسرعة وكفاءة عالية، الأمر الذي يؤكد على قدرة التكنولوجيا في تحسين طرق وأساليب أعمالنا ومستوى أدائنا. وهذه لا شك تمثل المعالم الأولى الواضحة لمستقبلنا المالي ما بعد كوفيد-19، حيث من المؤكد أن نظامنا المالي سيصبح أكثر ابتكاراً ومرونة ومتخذاً من التحول الرقمي أساساً له مهما كانت الظروف المحيطة به. وفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، فإنه وبالرغم من منظومة الأعمال والوظائف والمهارات في القطاع هي في غاية التعقيد، ستستمر التكنولوجيا في تحويل القطاع المالي والمصرفي، لا سيما فيما يتعلق بطريقة إنتاج وتوزيع واستخدام الخدمات المالية. أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، رغم كل هذه المتغيرات تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي يمكنه إتاحة الفرص في مجال التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. لقد اجتزنا بالفعل شوطا طويلا خلال وقت قصير، وبدأنا نشهد ظهور شركات ناشئة في الإمارات، ما يدل على أن الدولة باتت في قلب ثورة التكنولوجيا المالية العالمية. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، نعمل اليوم على صياغة استراتيجية عمل وطنية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، وهي خطة تنمية متكاملة تشمل جميع القطاعات، وهذا لن يتحقق إلا بالمزيد من الطموحات وتكثيف جهودنا من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمالية والهيئات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية والمواهب الإماراتية الواعدة والخبرات المقيمة في الإمارات. إن هدف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو القيام بدور استباقي فيما يتعلق ببناء بيئة ملائمة ومتطورة للتكنولوجيا المالية، وهذا لن يتحقق إلا بالاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة من قبل المصارف المركزية حول العالم. ولهذا الغرض أنشأنا مكتباً متخصصاً في التكنولوجيا المالية تقع على عاتقه مسؤولية تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية الخاصة بنا، والتي ترتكز على الابتكار وبناء الكوادر والتطوير المستمر. وهنا نحرص باستمرار على التعاون مع الهيئات التنظيمية للقطاع والشركاء مثل سوق أبوظبي العالمي لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في عدد من المجالات، مع التركيز على أهمية
وضع العملاء على رأس أولوياتنا. ولعل ما يتضمنه برنامج فنتك أبو ظبي مبادرات يؤكد على نجاح التعاون بين المصرف المركزي وسوق أبو ظبي العالمي. وبينما نبحث باستمرار عن الوسائل المناسبة للارتقاء بالأسلوب الذي نعتمده من أجل تحقيق أهدافنا، يعتبر منتدانا هذا منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية أبرز مثال على هذا النهج، فهو فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين كبار مسؤولي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم. يتضمن جدول أعمال منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية مداخلات من عدد من المسؤولين الذين سيشاركوننا خبراتهم حول مجموعة متنوعة من القضايا الملحة التي تؤثر على النظام المالي العالمي. وسوف تتمحور هذه القضايا حول مجالات الابتكار التنظيمي في العالم الرقمي الجديد، السياسات، وجهات النظر الخاصة بالعملات الرقمية، وكذلك تطور التمويل الرقمي واستدامته. كما سنعمل على اكتشاف كيفية معالجة الترميز في أدوات الدفع للثغرات الموجودة في المدفوعات عبر الحدود، إضافة إلى مناقشة مسألة استخدام التقنيات في تسهيل عمليات الرقابة والإشراف سبتك. وفي الختام سوف نتطرق إلى الوسائل اللازمة لتعزيز الرقمنة في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كلي ثقة من أن الرؤى والأفكار الثاقبة التي سوف نستمع إليها ونتشاركها ستساعدنا في التخطيط الفعال لتشكيل مستقبل أفضل لنا جميعا. أرحب بكم جميعا مرة أخرى في هذه المنصة الرقمية، واسمحوا لي أن أعلن عن بدء فعاليات منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.